شوف عندنا كيك عين الجمل والشوكولاتة، ولكن قبل ما نشوف عين الجمل معانا تليفونات يا محمد. يا أم رفيق، أيوة يا فندم، أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ عاملين بخير والله طول العمر، طول ما أنا بسمع صوتكم. يا رب يخليك. عايزة لو سمحت منك كفتة السمك. عينيا حاضر. حاجة تانية؟ لا ميرسي خالص، وميرسي على الأكلات اللي بتقدمها لينا يا رب. أشكرك، ربنا يخليك يا أم رفيق، وسلامي لكل أهالينا في سوهاج وفي الصعيد. تعالوا نشوف مع بعض كيكة بالعين الجمل أو بالجوز والشوكولاتة، هتعجبكم جدا. أول حاجة عندي 100 جرام من الزبدة، 100 جرام من الزبدة. عندي كمان 150 جرام من السكر البني، 150 جرام من السكر البني، هناخدهم على طول كده مع بعض، نفضي السكر البني ونفضي عليه الزبدة ونقلبهم مع بعض. يبقى أنا عندي هنا زي ما قلت الحاجتين اللي انا خدتهم علشان نشغلهم مع بعض، 150 جرام من السكر البني وكمان 100 جرام من الزبده، وعندي 3 ارباع كوبايه ميه، 3 ارباع كوبايه من الميه، ميه عاديه ما فيهاش حاجه خالص، كوبايه من الدقيق، معلقه من البيكنج باودر، ومعلقه قرفه، ونص كوبايه زبيب عادي، ونص كوبايه من عين الجمل المحمص المفروم، ومعلقه كاكاو. تعالوا نشوف تاني المقادير. هنا حطينا 100 جرام من الزبده عليهم 150 جرام من سكر البني، وهنسيبهم يتخفقوا مع بعض. وعندي هنا 3 ارباع كوبايه من الميه هضيفهم عليهم دلوقتي، وعندي كمان هنا كوبايه من الدقيق، معلقه من البيكنج باودر، معلقه من القرفه، ومعلقه من الكاكاو، ونص كوباية زبيب، ونص كوباية عين جمل متحمص ومفروم، ونص كوباية من الشوكولاتة القطع. أما بقى التوبنج أو اللي هنجمل بيه للوش، وش الكيك يعني، بعد ما نعمله هنجمله بكوباية من الزبدة، كوباية من الزبدة معاها نص كوباية من السكر البودر، ومعلقة كاكاو، وعندنا معلقتين من اللبن، وشويه من عين الجمل السليم. هقول تاني، هي كوبايه من الزبده وكوبايه من السكر، كوبايه من الزبده وكوبايه من السكر، او العكس مكتوبه صح؟ مكتوبه كده ايه؟ معلش اصل انا قريتها غلط. لا هي بالظبط نص كوبايه زبده وكوبايه سكر باودر، نص كوبايه زبده وكوبايه سكر باودر، بس هي مكتوبه هنا العكس، مكتوبه العكس يا محمد. يبقى عندي نص كوبايه زبده، نص كوبايه زبده، وعندي عليهم كوبايه من السكر الباودر، ومعلقه كاكاو، ومعلقتين لبن اهم، انا عرفتهم من الشكل من هنا من المقادير. وبعدين عندي شويه عين جمل سليم نجمل بيهم كمان. تعالوا بقى نشوف هنا اللي حصل. الزبده مع السكر هنضيف عليها الميه مع التقليب. ميه ميه. تاني هنتسال على السؤال ده كتير قوي، ميه ميه، مفيش مشكله. هنسيبها لغايه ما يدوبوا مع بعض شويه، يدوبوا مع بعض شويه، ايه اللي يدوب؟ السكر البني مع الزبده مع الميه الموجوده عندنا. وبعد كده هجيب بوله احط فيها الدقيق والبيكنج باودر والقرفه وكمان الكاكاو مع بعض. هقول تاني، حطينا هنا 100 جرام، 100 جرام من الزبده و150 جرام من السكر البني، و3 ارباع كوبايه ميه، وهناخد كده الدقيق اهو كوبايه، معلقه بيكنج باودر، معلقه قرفه، معلقه كاكاو، ونقلب دول مع بعض كده بالراحه عشان يختلط كل المقادير مع بعضها. حلو كده. بعد كده هناخدهم نضيفهم على المكونات بتاعتي مره واحده اهو. ايه اللي كانت المكونات بتاعتي؟ كان 100 جرام زبده و150 جرام سكر بني و3 ارباع كوبايه ميه، وهنقلب بالراحه كده لغايه ما تتجانس مع بعضها، وهنبطل المكنه ونجيب الحروف. اهم حاجه ان ما يبقاش في قطع او كتل من الزبده باينه او من العجين، فاحنا هنجيب الحروف كلها كده مره واحده ونرجع نخفقهم مع بعض تاني. نذكركم تاني احنا عملنا ايه. اول حاجه خدنا 100 جرام من الزبده، 150 جرام من السكر البني، حطيتهم مع بعض على النار، بدأوا يدوبوا شوية كده، قمت نازل عليهم بثلاث ارباع كوباية
من الميه. بدات السكر يدوب مع الزبده مع الميه، نزلت عليه بكوبايه من الدقيق ومعلقه كاكاو ومعلقه قرفه ومعلقه بيكنج باودر وخلطناهم بقى الشكل عامل ازاي، انسيابي خالص. هحط عين الجمل المحمص المفروم، وهنحط الزبيب، وهنحط كمان الشوكولاته القطع. بقى عند الخليط كله مع بعضه، خلاص كده مش محتاج اكتر من كده. نرفع ونجيب قالب زي ده، في ورقه زبده مدهونه من تحت وفوق. ورقه الزبده لما باجي اعملها اهو، باخد مقاس القالب بتاعي او الفورمه بتاعتي، واخلي فيه حوالي ارتفاع كمان من الفورمه، وباجي اقطعها. يعني لما نيجي نفردها هتلاقوا حته مربعه، كانت مربعه بس انا ضميتها كده، قست الاول اللي في النص هنا الحروف، وقمت جاي قافلها على بعضها اهي، وقاطع بالمقص من هنا وقاطع بالمقص من هنا، وقمت حاططها في القالب وحاطط الحروف المتقطعه ورا، بقت عندي متسكنه وواقفه كويسه جوه القالب، يعني ما فيش مشاكل. يا استاذ ياسر صباح الخير يا شيخ يوسف. يا اهلا بحضرتك، تسلم ايديك ويسلم هالطله الجميله منك. يا رب يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك، بشكرك. تسلم ايدك يا شيفنا، ويسلم صحتك وعافيتك، وشهادتي هتبقى مجروحه فيك، انت احسن شيف في الدنيا بصراحه. يا الصوره ازيك؟ احسن شيف في الدنيا والله. الله يخليك يا ياسر، عامل ايه يا حبيبي، اخبارك؟ بامانه يعني، كان نفسي احسن في الاخلاق واحسن في كل حاجه. اشكرك يا حبيبي، ربنا يكرمك. على فكره كان نفسي تبقى معانا تدوق معانا السي فود ده، حلو قوي، فاتك يا ياسر. انا والله عندي استعداد دلوقتي اخطف نفسي حالا واجيلك دلوقتي حالا. يا حبيبي تنور. انا ما اقدرش استغنى عنك. تنورنا، ربنا يخليك، انا بشكرك على اتصالك الجميل والله، انا سعيد اني بسمع صوتك، ربنا يكرمك يا ياسر. ربنا يخليك يا شيف، وتحيه ليك وللصف اللي معاك، لسعد واحمد لو موجود، ويا ريت تبلغ لنا احمد تحياتنا وتقول له الف الف مبروك. ربنا يخليك يا ياسر، ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يخليك. انا بشكرك طبعا، بس طبعا يعني عايز اقول لكم ان ياسر ده من الناس الجمال اللي بيشتغلوا معانا، طبعا لا نقلل من شان الباقي، كله زي بعضه، ولكن ياسر جميل، وكتر الف خيرك ياسر على اتصالك. عندنا فريق من الاعداد على راسه دكتور علاء رجب، وزميل محمود السباع، وهبه، وناس، وندى، مش عادر اشكر الناس، لانهم مش عايز انسى حد، لكن كلهم بيعملوا مجهود خارق طبعا، غير المصورين والفريق الاخراج والكنترول روم، ربنا يخليهم لنا يا رب. هنا الرز شايفين شكله بقى عامل ازاي، اهو بيتشرب، هسيبه كمان شويه بس على نار هاديه. ادي الرز بشكله الجميل، والروح ادي السمك. بعد ما عملنا الكيك، يا استاذة خلود. الو، اهلا بيكي. الو، ايوه اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. سمك، انا بخير والله لما بسمع صوتكم، ربنا يخليك يا رب. انا عاوزه مقادير الكيكه اللي هي العاديه. ايوه، وعايزه بس المقادير بتاع الرز اللي حضرتك عملته ده، عشان انا لسه فاتحه التلفزيون. من عينيا حاضر، تحت امرك، اشكرك على اتصالك، وهقول لك على مقادير الكيكه العاديه ومقادير الرز. حاضر. هنا الكيكه العاديه هقول لك عليها، بس بعد ما نحط، وهي موجوده عندنا هنطلعها يا نقل. الله يخليك، شايفين ادي الخليط بتاعنا اهو، بنلم كده وننزل، شايفين عامل ازاي، كل المحتويات الموجوده فيه، كل المكونات، الزبيب، شوكولاته، الزبده، الكاكاو، العين الجمل المحمص المفروم، البيكنج باودر، والكاكاو، وكله مع بعضه، بس ما فيهوش بيض، بدل البيض حطينا ميه. دي فكره جديده، واكيد ان شاء الله هتلاقي عندكم صدى يعني بعد ما تجربوه. هنفردها بالراحه كده، بعد ما هنفردها هندخلها الفرن درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. يا مدام نور، خير؟ اهلا بحضرتك. اولا حبيبتيني في الاكل. الله يخليكي، ربنا يكرمك، سلم ايدك، بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يخليكي. لا والله انا ما حضرتش بس الرز، وانا بحب رز بالخضار، فممكن تنزلي المقادير بس عشان اعرف اعمله؟ من عينيا حاضر، عينيا. ميرسي، الله يخليك، ربنا لا يخليك. تحت امرك، وانا طبعا سعيد ان انا اكون السبب ان حضرتك تحبي الاكل او المطبخ. لا ده انا ما كنتش بعرف اطبخ خالص. بالهنا والشفاء يا رب، ويا رب تكوني مستمتعه واسرتك مستمتعه بالاكل اللي احنا بنعمله. هنا اهو
الرز اللي احنا عملناه لان جالنا عليه سؤالين اهوت، وانا عارف ان انا كانت الطلب مني الرز ده كتير قوي، بس ما صدقت لقيت فرصه ان احنا نعمله. هنا الرز دوت عباره عن 3 كوبايات او نقول نص كيلو رز بسمتي، نقعناه في الميه مع شويه ملح لمده نص ساعه. شايفين لونه عامل ازاي؟ بالهنا والشفا بقى، انتوا اللي هتحكموا لما تعملوه. وعندي بصلايه مفرومه وفص ثوم وقرن فلفل حامي وكوبايه من الفلفل الالوان، يعني اما بيجي نعمل سلطه بناخد نص فلفلايه فبيفضل عند النص الثاني. جبت 3 انصاف وقطعتهم مكعبات، وعندي كمان كوبايه من البسله ونص كيلو من الطماطم المضروبه في الخلاط او المعصوره، وكان عندي نص كيلو من الجمبري ونص كيلو من السمك ونص كيلو من الكلاماري ورشه بودره زعفران. شوحت كل ده لوحده مع شويه من الزعتر وهنا وعصير الليمون وكده، وفي النهايه عملت الرز لوحده. بس اما تشوح الجمبري مع السمك نزل ميته مركزه حطيتها معه عشان يبقى ريحه السمك جواه، وسويناه بالشكل ده اهو، وهنغرفه دلوقتي قدامكم. انا بحب اغرف زي ما بيقولوا كده بطريقه عشوائيه، عارفين يعني ايه عشوائيه؟ يعني ما بحبش بقى اعملها كده هرمي ولا جبلي ولا الكلام ده كله. هناخد كده وناخد معانا استاذه ناني القاهره. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ انا بخير الله يخليك، ميرسي على اللي انت بتعمله، ربنا يخليك. اشكرك، ده من ذوق حضرتك. الو يا استاذه ناني، حاولي تكلمينا تاني واحنا منتظرين تليفونك، كان نفسي اسمع سؤال حضرتك. هناخد شويه كده ونجيب طبق تاني نغرب بقى فورمه بشكل تاني مختلف، ولكن ادي السمك اهو، وادي الجمبري بتاعنا وبلح البحر، حط شويه كده على الوش. زي ما قلت لكم عايزين تعملوه مع بعضه تقلبوه مفيش مشكله، اهم حاجه ان انتوا في الاخر تاكلوا وانتوا مستمتعين بالشكل اللي انتوا هتعملوه. يعني اللي حابب يغرف بالطريقه دي يغرف. انا هغرف لكم فورمه ثانيه بشكل ثاني ببوله صغيره من الرز وجنبها شويه من السيفود. خلصنا الكيك ودخلناه الفرن خلاص. هنشوف بقى دلوقتي احنا هنعمل ايه في التوبنج. هناخد الزبده بس هنحطها في مكنه مع المضرب بقى، الزبده مع المضرب اهي، ونحط عليها السكر الباودر، نص كوبايه زبده وكوبايه من السكر البودره، ونشغلهم مع بعض. مش راكبه. طيب خير، في مسمار فك تقريبا، هركبه. ممكن تساعد تركبه، هات لي الثانيه المكنه الثانيه. هنحط برضو هنا، بس خد ركب لنا المسمار ده هنا. قلنا مع المضرب هنحط الزبدة، نص كوباية من الزبدة مع كوباية من السكر البودر، ونشغل لغاية ما تدوب خالص. يعني ايه تدوب؟ يعني تحس انه تجانست مع بعضها. وهي بتدوب كده عشان اساعدها في عملية الدوبان ده، هنزل عليها شوية من اللبن نقطة بنقطة لغاية ما اخد الكثافة اللي انا عايزها. يعني ايه الكثافة اللي انا عايزها؟ هقول لكم دلوقتي. زود السرعة شوية، ونيجي هنا نحط بقى معلقة الكاكاو تاني، نص كوباية زبدة مع كوباية من السكر البودرة مع معلقة كاكاو ومعلقتين من اللبن. أنا بحط نقطة بنقطة ليه؟ لو حطيت الكاكاو قصدي اللبن مرة واحدة هيفصل، هيخلي الزبدة لوحدها في حتة واللبن في حتة والسكر البودر في حتة. هات لي بتاع كيس ببلبلة يا سعد أهو. شكلنا هناخد كل اللبن بالراحة اهو، بس واحدة واحدة زي ما قلت. بس هرفع وانزل الحروف علشان خاطر يبقى كله خليط واحد. تاني، نص كوباية من الزبدة، نص كوباية كوباية من السكر البودرة، معلقة كاكاو مع بعض، وبنزل عليهم بمعلقتين من اللبن نقطة بنقطة اهو. معلش يا محمد هوريهم ده بس، وعايزين نجاوب على بقية الأسئلة كلها اللي جات لنا، ونستنى برضو تليفوناتكم. حاضر. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هنزود برضو شوية من اللبن
شويه من اللبن كل شويه كده لغايه ما اخلص المعلقتين. زي ما قلت ما نحطش اللبن مره واحده، ما نحطش اللبن مره واحده، هيفصل كده خلاص. هسيبه لما يلم معايا واخده احطه في الكيس عشان اجمل بيه شكل الكيك بتاعنا بعد ما قطعناه بالشكل ده. ادي الكيك وهنحطه في الكيس ونجمله، ونحط على كل قطعه من الكيك ده شويه من ال او قطعه من عين الجمل. هتلاقوا هنا باين الشوكولاته القطع وباين الزبيب، وان شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنكم.